كل مسلم يجب عليه أن يتعلم هذا العلم، تعلم كيف يصلي أول شيء، يتعلم كيف يعتقد وما هي العقيدة الصحيحة، ثانيا يتعلم الصلاة كيف يصلي، ثالثا يتعلم الزكاة كيف يؤدي زكاة ماله وأين يضعها وبماذا تجب الزكاة ومن هم أهلها المستحقون لها، يتعلم صيام رمضان كيف يصوم وماذا يحرم عليه في الصيام لأجل أن يتركه، يعرف المفطرات التي تفسد الصيام ما هي حتى يتجنبها، لا بد من هذا، يعلم أحكام الصيام، يعلم أحكام الحج والعمرة كيف يحج، كيف يؤدي المناسك، كيف يحج ويعتمر، كيف يؤدي المناسك، كل هذا قد بينه الله ورسوله، فيجب على المسلم أن يتعلم أحكام هذه العبادات الخمس: التوحيد، الصلاة، الزكاة، الصيام.